ليلة النصف من شعبان، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله يفضل ما يشاء على ما يشاء، ومن يشاء على من يشاء، فجعل أوقاتا لها فضل أفضل من بعض الأوقات، وجعل أياما أفضل من بعض الأيام، وجعل سنين أفضل من غيرها، وأشهرا أفضل من غيرها، وساعات لها خصوصيات. هذا كله لأن الله تعالى يفعل ما يشاء. ومن جملة الليالي المباركة، وهي أفضل ليلة في السنة، ليلة القدر، ولكن هذه الليلة نتكلم عليها في درس آخر. أما ليلة النصف من شعبان فهي ليلة مباركة تذكرنا باقتراب رمضان، وأن يحاسب الواحد منا نفسه، كما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا ليوم العرض الأكبر. فماذا نفعل في هذه الليلة؟ ورد في حديث رواه ابن ماجة ضعيف ضعفا خفيفا لكن يجوز روايته في فضائل الأعمال، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قوموا ليلها بماذا؟ بالدعاء، بالاستغفار، بتلاوة القرآن، بالصلاة. وهذه الليلة كباقي الليالي قيامها بالصلاة والخير والذكر والطاعات. ولم يرد تحديد عدد معين في هذه الليلة من الصلوات، لكن ورد في حديث رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن صلاة الليل: مثنى مثنى، يعني الإنسان يصلي ما استطاع، ركعتين ركعتين ركعتين، إلى ما شاء، إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله له من القيام. وإذا نمت ثم قمت قبل الفجر وصليت تسمى صلاة التهجد. فإذا صلاة التهجد بعد نوم. ونقرأ القرآن، هل يختص سورة بعينها في هذه الليلة؟ لا، فبعض الناس اعتادوا قراءة سورة ياسين، لا بأس، هذه السورة مباركة، وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. ياسين نقرأها، وهذه في ليلة النصف من شعبان وفي غيرها من الليالي. وليلة النصف من شعبان ندعو الله تعالى، لكن انتبهوا، ندعو بدعاء خير، ودعاء بنية حسنة، ولفظ صحيح، والألفاظ لابد أن تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. فإن مشيئة الله لا تتغير، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه الكلمة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته السيدة زينب عليها السلام: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله في الأزل لا بد أن يكون، وما لم يشأ الله وجوده فلا يوجد ولا يكون. الله لا تتغير مشيئته، الله لا يتغير قدره، الله لا تتغير صفاته. إذن الدعاء هل يغير مشيئة الله؟ لا. صدقة السر أو الصدقة بشكل عام هل تغير صفة الله؟ لا. بر الوالدين، صلة الأرحام، الصلاة، الصيام، أي عمل من أعمال الخير هل يغير صفة الله، مشيئة الله؟ لا. طيب،
ما معنى الحديث؟ لا يغير القضاء إلا الدعاء. هذا قال العلماء فيه القضاء المعلق. ما معنى القضاء المعلق؟ باختصار مكتوب في صحف الملائكة إذا تصدق فلان يشفى ولده، وإذا لم يتصدق لا يشفى ولده، إذا وصل رحمه يعيش 80 سنة، وإذا لم يصل رحمه يعيش 60 سنة. هذا التعليق أين؟ في صحف الملائكة. أما الله لا يقال مشيئته معلقة، أنا وأنت يخفى علينا المستقبل، الله لا يخفى عليه شيء. إذن إذا أنا دعوت هل رب العالمين يغير؟ لا، كلنا نحفظ هذه العبارة، سبحان الذي يغير ولا يتغير، هذا كلام حلو. طيب ما معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ الشافعي رضي الله عنه وابن عباس قالا الناسخ والمنسوخ. هذا في القرآن بعض الآيات نسخت بعض الآيات وبعض الأحكام، كان لا يجوز لنا مثلا للنساء من أمتنا أن تزور القبور، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن الدعاء لا يغير مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تقدير الله نافذ، صفات الله تعالى أزلية أبدية، مهما شددت همتك بالخيرات والطاعات صفات الله لا تتغير. سلم أمرك لله وسعى وكل ميسر لما خلق له، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، نأخذ بالأسباب. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الناس عن الهدهد، هذا الطائر الجميل الذي أعطاه الله قوة في البصر. معروف هذا عند خصائص الحيوان أنه كان له قوة من البصر عجيبة، يرى الماء في جوف الأرض على عمق أمتار. فكان يتكلم عن هذا سيدنا ابن عباس، فقالوا له يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عن الهدهد عنده قوة بصر، كيف إذا وضعنا له الشباك يقع؟ يعني إذا نصبنا له مصيدة يمسك. ماذا قال لهم؟ إذا جاء القدر عمي البصر. الله أكبر، إذا جاء القدر عمي البصر، لكن هل معناه أقعد في البيت ولا أعمل؟ لا، خذ بالأسباب، اسعى، ولكن السعي منك لا يغير مشيئة الله. فعقيدة المسلمين كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. وفي هذه الليلة المباركة تنوي الصيام لليوم التالي، لأن صيام يومها سنة، سنة، وهذا جاء فيه حديث عام، الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر قمري يستحب صيامها تسمى أيام البيض، إلا في ذي الحجة فأيام التشريق 3 لا نصومها، يوم العيد 10، 11، 12، و13. ماذا نفعل؟ نصوم 14 و15. فإذا يستحب قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها، وانتبهوا يا أحباب، فإنه
يغفر فيها لخلق كثير. اعقدوا نواياكم على أن تردوا الحقوق إلى أهلها. كل واحد منا عمل شيئا قصر فيه فليجبر الكسر. تب إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأذكر نفسي وأذكركم بما قاله سيد العالمين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلله من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الآن في الدنيا دراهم ودنانير ومال ترد، أما يوم القيامة حسنات وسيئات. الآن خلص ذمتك وارجع إلى الله تبارك وتعالى. جهزوا أنفسكم لرمضان. شعبان يذكرنا برمضان، ورمضان شهر الخيرات، شهر البركات، شهر القرآن، شهر الرحمات، شهر تتنزل فيه الملائكة، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. ولنا برنامج إن شاء الله تعالى في رمضان عامر بالخيرات بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها وافعلوا الخيرات وتوبوا إلى الله والجأوا إلى الله واذكروا الله واقرأوا كتاب الله وتوبوا إلى الله. ولا تنسوني من الدعاء. جمعنا الله تعالى في أعلى عليين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.